السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أعزائي الطلاب في درس جديد من سلسلة مناهج ويكان للغة الإنجليزية. Good morning شباب. Good morning. How are you? How are you? Fine, thank you. درسنا اليوم هو في Unit 4 في الوحدة الرابعة. Lesson 1 الدرس الأول. افتح كتابك. Open your book. Open your book. Page number 28. Page number 28 صفحة رقم 28. درسنا اليوم هو عبارة عن مرادفات الكلمات. كلمة وعكسها. كلمة وعكسها. مثلا عندك في اللغة العربية جميل. إيش عكس جميل؟ قبيح. ممتازين. عندنا في اللغة الإنجليزية نفس الكلام تقريبا، كلمة وعكسها. طبعا أنت الآن راح تستمع إلى محادثة، راح تستمع إلى محادثة وأنت حاول تطلع لي بعض الكلمات. أوكي نبدأ. بسم الله. Look, it's a snake. It's short. Look, it's a snake. It's short. تعرفوا ايش معنى سنيك؟ سنيك هذا. تعرفوا ايش معنى سنيك؟ ثعبان. ايش معنى سنيك؟ ثعبان. ممتازين. Look, it's a snake. It is short. Snake short. Short. ايش معنى short؟ No, it's long. No, Look. It's long. قال له short. قال له no, it's long. Long. What does it mean long? طويل. نكمل It's المحادثة. A bat. It's a bat. This is bat. This is bat. This is bat. إيش معنى bat؟ أيوة. ممتازين. Excellent. Very good. Bat يعني خفاش. Very good. Look. It's a bat. It's a bat. Beautiful. It's beautiful. It's beautiful. What does it mean beautiful? جميل. It's beautiful. جميل. هذا جميل. يلا يا شباب. جميل. والعكسه. عكس جميل. No. It's ugly. It's ugly. It's ugly. It's ugly. عكس جميل، عكس beautiful، ugly. وعكس short، long. short، long. beautiful، جميل، عكسه، ugly. أكمل المحادثة. Look, it's a snake. It's short. No, it's long. Look, it's a bat. It's beautiful. No, it's ugly. Look, it's a snake. It's short. No, it's long. Look, it's a bat. It's beautiful. No, it's ugly. طيب يا شباب، عرفنا من هذه المحادثة أربع كلمات مهمة جدا، أو ست كلمات مهمة. سنيك معناها ثعبان. سنيك معناها ايش؟ ثعبان. وبات عرفنا كلمة بات ايضا. بات اللي هو خفاش. ممتاز. ايش معنى بات؟ خفاش. اكسلنت. ثانك يو. طيب برضو عرفنا كلمات زي مين عرف؟ ايوه. اكسلنت. شورت. ايش معنى شورت؟ شورت قصير. عكسه long. excellent. thank you. long. thank you. long. عندنا برضو كلمة beautiful. beautiful. what's mean beautiful؟ جميل. جميل. beautiful. عكس كلمة beautiful. عكس كلمة beautiful. مين يعرف؟ مين يعرف؟ ugly. Ugly. Excellent. Thank you.
ugly. ننتقل إلى السؤال الثاني. نستمع إلى بعض الكلمات. عندك أربع كلمات جديدة. طبعا الكلمات هي تبدأ بحرفين SN أو SH. SN أو SH. لاحظ الفرق في النطق. إذا جاء S بعده حرف N أو جاء S بعده حرف H. Listen, point and say. Then write SN or SH. عندك فراغات هنا. عندك فراغات تملاها بالحروف. طبعا يا أما تكون SN أو SH. SN أو SH. طبعا هو الآن أهم شيء أنك تعرف الفرق بين في النطق بين SN أو SH. طبعا في ناس عارف SH إيش ينطق. ينطق حرف إيش؟ شاء. ممتازين. اللي قال شاء ممتاز. Excellent. Thank you. الآن نستمع. Snake. Snow. Shake. Show. Snake. Snow. Shake. Show. Show me the snake. Point at the snake. Now you say it. Show me the snake. طيب يا شباب. Show me the snake. This is snake. This is snake. هذا ثعبان. Snake. الرجال هذا ايش فيه؟ Shake. يرتجف. Shake. الجو هنا ايش؟ هذا اللي تشوفونه ايش؟ Snow. ثلج. هنا ايش؟ Show. عرض. طيب الآن snake نضع SN أو SH. مين يعرف؟ يلا شباب. مين قد انتهى من الكتاب؟ في ناس خلصوا ما شاء الله. SN أو SH. snake. اسمع النطق. snake. ها يا شباب. SN. snake. اللي قال SN صحيح. اللي بعده الصورة اللي بعده. أيوة. shake. excellent. very good. SH. S. لاحظ الفرق بين حرف ال N وحرف ال H. هذا حرف H. العصا طويلة. العصا إيش؟ طويلة. العصا طويلة. Shake. الصورة الثالثة يا شباب. Snow. من يعرف يا شباب؟ SN. SN. لاحظ العصا. العصا قصيرة. لاحظ العصا قصيرة. SN. Snow.
آخر صورة عندنا شو، عرض، عرض على ال على الكاب. أوكي، عرض على الكاب. شو، شو، S H. S H. الآن يا شباب، مين يقول لي الكلمات كلها؟ مين يقدر يقرأ لي الكلمات كلها؟ مين يقدر؟ يلا يا أنت، قم قم اقرأ أول كلمة، اقرأ أول كلمة، ارفع صوتك. snake snake، ممتاز. اللي بعده اقرأ الكلمة الثانية. shake shake. الكلمة الثالثة snow snow. آخر كلمة show. همش يا شباب تعرفون الفرق، إذا جاء S بعده حرف H ينطق، ينطق إيش؟ ينطق إيش؟ شاء، ينطق إيش؟ شاء. ممتازين. الآن نروح للسؤال اللي بعده، نروح للسؤال اللي بعده يا شباب في الصفحة المقابلة، بيج نمبر 29. فان تايم، عندنا فان تايم، وقت المرح. طيب ايش تشوفوا في الصورة؟ اول شيء الصورة هذه يا شباب ايش تشوفوا فيها؟ ايش تلاحظون في الصورة؟ في طلاب مع معلم، صح؟ ايش تلاحظون؟ في قوس قزح، في خفاش، فيها فراشة، في ورد، شجرة، صحيح؟ الآن يقول انظر حولك، look around and find، look around and find beautiful or ugly object. انظر حولك وابحث عن أشياء جميلة أو أشياء قبيحة. خلاص يا شباب في الصورة، خلاص نسمع المحادثة وبعدين نبدأ. Find something that's beautiful or ugly. Look at the beautiful flower. Yes, it is. Look, it's a bat. It's ugly. No, it's not. Yes, it is. Good. Can you find more? طيب find something beautiful and ugly. Find something that beautiful or ugly. ابحث عن أشياء جميلة أو قبيحة. Look, it's a bat. Look, it's a bat. خفاش. It's ugly. It's ugly. قبيح. Look at the beautiful flower. This is flower. This is flower. انظر إلى الورود الجميلة. الآن يقول لك ابحث عن أشياء جميلة أو قبيحة في الصورة غير اللي قالوها. يلا مين يعرف؟ مين يعرف يا شباب؟ Look at the beautiful flower, butterfly. Look at the beautiful butterfly. This is butterfly. Butterfly فراشة. Butterfly فراشة. Look at the beautiful rainbow. Rainbow. What does it mean rainbow? Rainbow. قوس قزح. Look at the beautiful rainbow. Rainbow. Look at the beautiful tree. The beautiful tree.
عندنا أشياء جميلة في الصورة كثير. beautiful, beautiful flower, beautiful rainbow, beautiful tree, beautiful teacher, beautiful teacher, beautiful friend, beautiful friend, صديق الجميل. أشياء جميلة في الصورة عندنا، صحيح ولا مو صحيح؟ طيب ننتقل الآن يا شباب لكتاب التمرينات، حل تمارين يونت 4 لسن 1 بيج نمبر 27. go to بيج نمبر 27. do you have a pencil or pen? do you have pencil or pen? are you ready? are you ready? جاهزين يا شباب؟ جاهزين؟ نبغى خطك يكون جميل جميل، beautiful. نبغى خطك يكون ايش؟ beautiful not ugly not ugly. نبغى خطك beautiful. اوكي جاهزين؟ جهزت المراسم؟ جهزت الأقلام؟ نبدأ يا شباب. listen point and practice trace. أول شيء استمع على المكتوب هنا، بعد ما تستمع ردد على الكلمات أو لون. نبدأ يا شباب. Hi, are you ready for goal 25? I can act out one of the talks about nature. 1. Listen, point, and practice. Look, it's a snake. It's short. No, it's long. Look, it's a bat. It's beautiful. No, it's ugly. Now trace the words. بعد ما استمعنا يا شباب well الآن done. نبدأ تريس نبدأ. جاهزين يا شباب؟ أي لون نختار يا شباب؟ نختار اللون الأخضر. بسم الله. look هذه الكلمة معناها look يعني أنظر. look ممكن أنتم يا أعزائي الطلاب أسرع مني في الكتابة طبعا. look it's بسبب استخدامي للفارة. it's لازم نمسح. it's لا تستعجل عزيزي الطالب، لا تستعجل في الكتابة على مهلك عشان خطك يكون beautiful. it's a snake. what does mean snake? it's a snake. هذا A. انتهينا من A. نروح B. it's short. مين يعرف معناها it's short؟ what does mean excellent thank you. short معناها ايش؟ قصير. it is short. it's short.
No. No. It's long. It's long. عكس short ايش؟ Long. It's long. نكمل يا شباب، نكمل يا شباب. مين خلص؟ مين خلص؟ باقي؟ يلا يا شباب، لوك لوك هو فينيش ويل دان اللي انتهى ويل دان احسنت كيف خطي يا شباب؟ جميل صح؟ خطي جميل يا شباب؟ Look, it's bat. خفاش. This is خفاش. Bat. It is beautiful. It is beautiful. خط beautiful or ugly. يلا شباب خطي. Beautiful أو ugly. لا تجاملون. Beautiful أو ugly. شكرا للي قال beautiful. Thank you. أنا عارف إنه أقلي. It's beautiful. No. No, it's ugly. It's ugly. I finished. Finish. Who finish? Raise your hand. اللي خلص يرفع يده. Raise your hand. ممتاز. ممتاز اللي خلص ممتاز. الآن نروح للصفحة رقم 28. صفحة number 28. Listen, point and practice. Listen, point and practice. Let's do goal 26.
I can find something beautiful or ugly and say, look, it's beautiful or ugly. 1. Listen, point, and practice. Look, it's a bat. It's ugly. Look, it's a hat. It's beautiful. Look, it's a flower. It's beautiful. Look, it's a monster. It's ugly. Now do 2. Point and say by yourself. Trace. Then do 3. Draw something beautiful and something ugly. Trace. You've finished. Well done. Okay, شباب. Number 2. Looks. It's a. Looks. It's a. مثلا bat. What is this? Bat. أنت تقول it is beautiful أو it is ugly. Okay. Bat. It is ugly. It is ugly. يعني قبيح. ليس جميل. Ugly. طيب. بعد عندك يجيك hat. Hat. القبعة هذه. Look. It is hat. It is beautiful. Beautiful. It is beautiful. Flower. 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 It is beautiful also. This is monster. This is آخر صورة عندنا monster. يعني وحش. هذا الوحش هذا. It is. هل هو beautiful أو هو ugly؟ من يعرف؟ Ugly. Well done. Thank you. Ugly. Thank you. Excellent. الآن يا شباب سوي trace. Trace. على هذا الجزء نسوي مع بعض نسوي مع بعض look It's who finish من خلص يا شباب look it's a okay يا شباب finish كلكم finish excellent الآن عندك مربعين على اليمين وعلى اليسار عندك مربعين على اليمين وعلى اليسار المربع الأول على اليسار مكتوب فيه beautiful المربع اللي على اليمين مكتوب فيه ugly الآن يبيك ترسم شيء جميل في المربع اللي مكتوب فيه beautiful يبيك ترسم شيء في المربع اللي شيء جميل في المربع اللي مكتوب فيه beautiful اوكي يا شباب واضح ويبغاك ترسم شيء ugly قبيح في المربع اللي على اليمين يلا يا شباب جاهزين جاهزين يا شباب انا بارسم لكم بحاول ارسم ان شاء الله تكون رسمة كويسة طبعا كل واحد يرسم من عنده أي شيء يبيه أي شيء يبيه أي شيء هنا أرسم شيء جميل هنا أرسم شيء قبيح أوكي واضح يا شباب أنا برسم مثلا بحاول أرسم
مثلا flower. Flower. What is this? Flower. طبعا الرسمة يعني What is this? Flower. Okay, يا شباب طبعا كل شخص يرسم على كيف أي شيء. Draw anything. Anything beautiful. أرسم أي شيء ترى جميل. ممكن ترسم قوس قزح سهل جدا. ممكن ترسم شجرة أي شيء. طيب في المربع الثاني نرسم إيش؟ شيء ugly شيء قبيح. مثلا برسم أنا شخص شرير. هاي يا شباب شوف كيف رسمتي beautiful صح؟ رسمتي beautiful صح؟ بعدها يا شباب سوي تريس سوي تريس على آخر شيء بعد ما ترسم من انتهى من الرسم هو فينيش اللي انتهى من الرسم raise your hand ارفع يدك excellent excellent مين ما عنده الوان في حد يقول ما عندنا الوان في احد ما عنده الوان استعير من زميلك يلا يا شباب بنخلص It's beautiful, it's ugly. It's beautiful, it's ugly. بعد ما تنتهي راح اشوف كتابتك وحلك للأسئلة بعد كذا راح اقيمك اقول لك beautiful او ugly خلاص طيب بسم الله نكون قد انتهينا من درس اليوم تقريبا طيب يا شباب درسنا اليوم كان عن كلمة وعكسها الكلمة وعكسها طبعا بدأنا بكلمات مثل short عكسه long وكلمة مثل beautiful عكسها ugly وعرفنا برضو كلمتين جديدة مثل snake ثعبان وكلمة جديدة مثل bat خفاش برضو يا شباب عرفنا s مع n ينطق سناء سناء مثل كلمة snake s مع h ينطق شاء مثل كلمة shake ونلقاكم إن شاء الله في درس جديد وتكون إن شاء الله بصحة وسلامة وgoodbye goodbye see you soon see you soon